محل النووي عند من؟ ها؟ سني سلفي. ها ها من سيقول الأشعري؟ يعني خالف الأشاعرة في مواضع وزلت قدمه في مواضع وافقهم. وإذا قال مذهب أهل السنة والجماعة في شرح النووي أو في غيره في المنهاج يعني فهو يعني الأشاعرة، فهذا هو القول الفصل فيه. القول أنه أشعري مطلقا فيه إجحاف، فيه إجحاف، وقد ترجمنا له بحمد الله في مقدمة رياض الصالحين ترجمة مختصرة بين الغلو والجفاء، أي نعم بينا أنه نصر السنة وله جهود جبارة، له جهود جبارة من أعظمها هذا الشرح، شرح النووي على صحيح مسلم الذي يسمى بالمنهاج، كتاب نفيس. في مقدمته قال إنه لو أراد أن يشرحه في 100 مجلد لشرحه، والمجلدات عندهم ليست كالمجلدات اليوم، يمكن لو شرحها في 100 تطلع في 30 مجلدا في مجلداتنا، ولكن هذا شيء كبير، 23 شيء كبير. وهكذا لو لم يصنف إلا 40 النووية والله لكانت كافية، ذلك الكتاب الصغير الحجم العظيم النفع. قل أن ترى بيتا من بيوت المسلمين إلا وهذا كتاب فيه، أسيما ممن له عناية بالعلم، كتاب عظيم. والمفتي المتدبر المتأمل يستطيع أنه يستفيد من غالب هذه الأحاديث في كثير من الفتوى، لأنها أحاديث جمعت أحاديث الأحكام مختصرة، ومنها رياض الصالحين الذي لم يطبع كتاب بعد كتاب الله عز وجل ما طبع، كذلك اقرأه السني والبدعي سائر المسلمين ينهلون من هذا الكتاب، مع أنه اعتمد على سكوت أبي داود تحسينات الترمذي فوقع في بعض الأحاديث، وهو محدث النووي إمام من الحديث، نعم كتبه تدل على مهارته، ولكنه اعتمد على سكوت أبي داود وتحسينات الترمذي، كذلك له كتب أيضا كالمبهمات وخلاصة، وكذلك له كتاب بالحج، ومن أحسن كتبه كتاب المجموع شرح المهذب الذي يعتبر مع المغني لابن قدامة تعتبر أحسن كتب في هذا الباب في كتب الفقه، وهو إن كان شافعي المذهب إلا أنه إمام، أي نعم حصلت له بعض الهفوة في بعض مال الصفات أولها، فالقول إنه أشعري محل خطأ، فهو يخالف الأشاعرة في عدة مسائل، أي نعم. والقول إنه سلفي أيضا خطأ على إطلاقه، أنه يحدث يخذ تأويلاته في شرح مسلم وفي رياض الصالحين. وهنالك رسالة طبعها بعض المعاصرين مدلولها ومؤداها أن النووي رجع في آخر عمره إلى مذهب السلف، وهذه رسالة منتحلة، هذه رسالة لا تثبت، صاحبها يقول أخذها من دار الكتب المصرية، فهي لم توجد في ترجمة النووي، سائر من ترجموا للنووي لم يذكروا هذه الرسالة في ترجمته. وابن العطار الذي يعتبر أبر وأخلص تلاميذ النووي، وهو رجع بعد أن التقى بشيخ الإسلام إلى مذهب أهل السنة، وصنف في ذلك كتاب سماه الاعتقاد أو الإرشاد في الاعتقاد، كتاب جميل، وهو مترجم، لو ترجم للنووي ما ذكر أنه رجع عن هذا، فهذه لا تثبت. ولو ثبتت هذه الرسالة لقلنا إن النووي رجع في آخر عمره إلى مذهب السلف، أي مسارع أو مات وهو يثبت الصفات، لكن هذا ليس بصحيح، ويا ليت أنه ثبت إجلالا لهذا الإمام، ولكن هذا ما صح، هذه الرسالة لم تصح، فلم يذكرها سائر من ترجم للنووي، سائر من ترجم له أو سائر أصحاب كتب المصنفة ما ذكروا هذه الرسالة أنه رجع في آخر أمره. وهو كثير من الشراح بعض ربما استفاد ممن سبق، استفاد من المازري في المعلم الذي أكمله القاضي عياض في إكمال المعلم، وهؤلاء كلهم مؤولة، والحافظ أخذ من النووي كثيرا، حافظ بن حجر في فتح الباري وفي غيره يستفيد من النووي كثيرا ينقل عنه، كل هؤلاء ما سلموا من التأويل.
وهم أئمة، أئمة في أبوابهم، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم. وبعض الذين ترجموا لمسلم وظنوا أن هذه التبويبات للإمام مسلم، قالوا فيه نفس فقيه الشافعي الإمام مسلم، هذا ليس بصحيح. الإمام مسلم من الأئمة المجتهدين الذين لم يتقيدوا بمذهب معين، وإنما قرأه بتراجم النووي النووي شافعي، شافعي، وغالب الشافعية المتأخرون شافعية أشاعرة، كذلك المالكية أشاعرة، والحنفية أشاعرة، أغلبهم ماتريدية، وأما الحنابلة فأغلبهم سلفيون في العقيدة، أغلبهم وليس الكل، وإلا ابن الحنبلي ابن عقيل الحنبلي أشعري، ابن الجوزي أشعري وهو حنبلي وجماعة، لكن غالب. فهذه التراجم في شرح النووي أو في شرح مسلم هي الإمام النووي، مع أنه ترجم القاضي عياض وترجم المازري بعض التراجم اليسيرة في المعلم، وهكذا أيضا ترجم القرطبي للمفهم، وأحسن هذه التراجم تراجم النووي على أنهم ترون في بعض التراجم فيها انتقاد، لكن هي أحسنها. والواقع لما يأتي الإنسان لكتاب جاهز يبوب عليه، ليس كالذي يضع الباب ويضع الأحاديث، لا تكاد تجد كتابا باب واحد انتقد على الإمام البخاري في الحلاب في الطهارة، أي نعم قالوا إنه يعني لعله وهم فيه، أو لا تكاد تجد ما ينتقد من هذا الباب. لكن إذا كان يبوب كتابا موجودا ربما ما يسعفه أنه يجعل أو يجعل لكل حديث باب، وهذا يصعب عليه، فلا أدرك ما حصل من اجتهاد فيه يكون معذورا. وهو آية يا أخوان في طلب العلم، ما كان يضيع شيئا من الوقت. الإمام النووي مات في الأربعينات وقد أثرى كتبا كثيرة، كتب كثيرة ونافعة ومفيدة، فعليه رحمة الله، أسأل الله أن يغفر لنا وله أولى إما، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بما قدموا من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين. صحيح لما تقرأ في ترجمة النووي وأنه كان يسهر يعني ينام قليلا وبذل جهدا في خدمة هذه الكتب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لاسيما علم منهم مجادلة أو رد للحق، فتراه من المنصفين، تقرأ في كتبه ترى أنه متبع للدليل، أنه متبع للدليل. بعض الذين اغتروا بالشبكات ويقرؤون في هنا وهناك، وقرأوا في كلام بعض الزائرين الذين عندهم النووي مبتدع ضال منحرف لا تقرأ كتبه، الذين هم ألصق بالحدادية ويقولون غيره، أي نعم هم أقرب إليها، إن كتب النووي كتب ضلالة لا تقرأ فيها. يا ابن الصالحين كتاب مفيد جدا، صحيح هنيئا لمن حفظه استفاد منه، والأربعون النووية كتاب نافع، احفظه صغار الطلاب. الإمام الشاهد بعد أيام صار النووي مبتدع، بعد أيام كفروه، انظروا الغلو أين صلوا أصحابه، الإقبال على العلم وعلى السنة وعلى ما ينفع الإنسان، هذه سعادة ونجاح.